هذا هذه هي وأصحابه أجمعين. سعادة الرئيس، السادة الضيوف الكرام، أيها الحق الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه، ثم الشكر والامتنان للمعهد الشرف ولي الله الدهلوي المؤقرة ممثلة في رئيسها المجتهد الواعي السيد المفتي عطاء الرحمن قاسمي على الدعوة الكريمة لهذا العبد الفقير لحضور هذا الحفل الكبير وعلى حسن الضيافة وكريم الوفاضة. سعادة الرئيس، إننا اللحظة نحتفل في ذكرى رجل أكرمه الله بتوفيقه وتسديده ورزقه الله تعالى لسان صدق في الآخرين، شيخنا وإمامنا وأستاذنا وسيدنا ومرشدنا وناصحنا الإمام الشيخ شيخ التفسير والمسند الكبير أستاذ الأعلام والمحدث الشهير فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء في الأواخر حتى لا يختلط بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الأصولي المتكلم أستاذ الأعلام ومربي الأجيال وممثل الوسطية الشاه ولي الله الدهلوي، ومن الرجال الأفضال ومن المصلحين الكبار ومن المجددين العظماء رفع الله تعالى درجاته في الجنة. إن الشيخ الدهلوي في أفغانستان مشهور غني عن التعريف، حيث الهند بمن فيها من العلماء الأجلاء أستاذ المسلمين في القرون الثلاثة الأخيرة دون منازع، وقل من يشتغل في العلم وطلبه من الشباب والشيوخ ومن الرجال والنساء ألا تجد في مكتبته كتابا أو رسالة من الإمام الشاه ولي الله الدهلوي ترجمته الفارسية من القرآن الكريم مع كتابه المسمى بحمزة الله البالغة متناول الجميع. أفكاره حول التقليد والمقلدين وآثاره في التصوف وقضاياه وملاحظاته اللطيفة في التاريخ والسيرة تركت بصماته على المدارس والجامعات الإسلامية العربية في أفغانستان إلى يومنا هذا. وقفته ونظرته إلى التصوف والمتصوفين ينبغي أن تدرس في الإطار العام الذي وضعه الشيخ المجدد نفسه للدعوة والإصلاح، ألا وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة وتصحيح مسار التصوف بعيداً عن الإفراط والتفريط ووضعه في مكانه المناسب بعيداً عن النزعات التي تتغذى من أراض أجنبية ومن أراض غريبة عن الينبوع الأصلي للكتاب والسنة، وصافياً من القدرات التي تنشأ عن الخرافات والبدع التي التصقت على جبهة